السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا كتاب تواصل اللغة العربية للمستوى الثاني رياض الأطفال. هنفتح مع بعض النهاردة صفحة 114، هنلاقي عندنا القصة الموجهة اللي احنا شرحناها الفيديو اللي فات. لو نفتكرها مع بعض صفحة 112 عن ايه؟ عن مي وحنين والأصدقاء، اللعب أفضل مع الأصحاب. مي كانت تجلس بمفردها وجاءت إليها حنين وسألتها لماذا كانت حزينة. فكانت مي حزينة ليه يا أولاد؟ عشان خاطر لم تجد من يلعب معها. فاقترحت عليها حنين إن هما يلعبوا معا، وفعلا لعبوا معا وفرحوا جميعا. دي طبعا احنا كده بنفتكر القصة مع بعض. هنحل على القصة بتاعتنا مجموعة من الأنشطة. نشاط واحد بيقول لي صل. صل عندي مجموعة من الكلمات ومجموعة من الصور، هنوصل كل كلمة بالصورة بتاعتها. أول كلمة عندي بتقولي إيه؟ مي. مي فين صورة مي؟ دي مي؟ ما أعتقدش، ولا دي مي. مي أهي، مي كانت تجلس حزينة، هوصل مي بصورتها. فرحة. فرحة عايزة مجموعة من الأولاد فرحانين، فرحة الجميع. فرحة يبقى هوصلها بصورة مي وحنين وهم بيلعبوا مع بعض. حنين. حنين هوصل بصورة حنين. نشاط اتنين بيقول لي ضع علامة صح أمام الصورة المناسبة. عندي جملة وصورتين، هختار الصورة اللي بتعبر عن الجملة اللي أنا هقراها. هنحاول نقرأ مع بعض ونقول لم أجد من يلعب معي. لم أجد من يلعب معي. الجملة دي على أي صورة؟ صورة مي وحنين وهما بيتكلموا، ولا صورة الأولاد وهما بيلعبوا مبسوطين؟ هنعمل طبعا أول صورة، نعمل عليها علامة صح. الجملة التانية بتقولي كانت مي تجلس وحدها. كانت مي تجلس وحدها. عندي صورتين، مي وحنين بيلعبوا وفي صورة مي بتجلس، يبقى هختار صورة مي تجلس وحدها. هننتقل لصفحة 115 نشاط 3، بيقول لي اقرأ وارسم. اقرأ وارسم. اللعب جملة هنا بيقول لي ايه؟ اللعب افضل مع الاصحاب. اللعب افضل مع الاصحاب. همسك القلم بتاعي وارسم مجموعة من الاولاد وهم بيلعبوا مع بعض. كل واحد فينا هيرسم هو واصحابه وهم بيلعبوا. نشاط 4 بيقول لي اختر. اختر برضو مديني جملة ومديني صورتين، هختار الصورة اللي بتعبر عن الجملة. اول جملة بيقول لي ايه؟ لم اجد من. الصورة بتاعتي انهي؟ صورة ولاد، مجموعة ولاد بيلعبوا مع بعض، ولا صورة ولد لوحده؟ لم اجد من يعني انا واقف لوحدي، هختار الصورة التانية. اللعب افضل مع. اللعب افضل مع. اللعب افضل مع. هي اللعب افضل وانا واقف لوحدي ولا مع اصحابي؟ يبقى هختار الصورة التانية اللي هو مع الاصحاب. هننتقل مع بعض صفحة 116 نشاط 5. نشاط 5 بيقول لي لون ثم اختر الكلمة المناسبة. هشوف الصورة اللي عندي بتعبر على انهي كلمة من الكلمات اللي قدامي. اول صورة عندي صورة بنت مبتسمة. صورة بنت مبتسمة طبعا كل واحد فينا هيلونها باللون اللي يحبه. تمام، هنلونها الاول وبعدين نقرأ. عندي حزن. حزن وفرح. حزن وفرح. هي مبتسمة فرحانة، يبقى حزن ولا فرح؟ فرح. هعمل عليها دائرة. الصورة التانية في بنوتة صغيرة ومحطوطة على كرسي وقاعدة.
طيب بيقول لي ايه؟ هلون طبعا صورة البنوتة الاول، ولون الكرسي، كل واحد فينا يلون بالالوان اللي بيحبها، ونقرا مع بعض ونقول تجلسوا تجلسوا تلعبوا تلعبوا تجلسوا تلعبوا. البنوتة دي بتعمل ايه؟ تجلس ولا تلعب؟ تجلس. يبقى هنعمل دائرة على تجلس. مجموعة من الأولاد بيلعبوا مع بعض، كل واحد فيهم بيلعب مع صاحبه. هنلون صورة الأولاد دي كلها، وبعدين نقرأ مع بعض ايه الكلمتين اللي مديهم لي؟ وحدي ولا الأصحاب؟ وحدي الأصحاب. دول صحاب مع بعض، مفيش حد فيهم واقف لوحده، يبقى ايه؟ الأصحاب. هعمل دائرة. نشاط 6 بيقول صل ورتب الكلمات التي بنفس اللون لتكون جملة. مجموعة من الورود، مديني مجموعة من الورود أجزاء منها بلون أصفر والجزء التاني بلون الأزرق. مفروض إن أنا أوصل الكلمات الورود اللي شبه بعض أو بنفس اللون عشان يكون لي جملة مفيدة. الجملة دي مرتبطة بالقصة بتاعتي، عندي 3 وردات لونهم أصفر و4 وردات لونهم أزرق. هوصل مع بعض بترتيب الجملة. هنقرأ أول 3 وردات أصفر، بيقول تجلسوا تجلسوا، مي مي، وحدها وحدها. يبقى مين بقى الجملة بتاعتي؟ هنوصل تجلس مي تجلس مي وحدها تجلس مي وحدها. هنوصل الورد التاني، لعبنا لعبنا، وفرحة وفرحة وفرحة، معا معا، الجميع الجميع. هنوصل ازاي؟ لعبنا وفرحة لعبنا وفرحة، الجميع الجميع، معا معا. يبقى تجلس مي وحدها، لعبنا وفرح الجميع معا. وبكده يبقى احنا خلصنا القصة بتاعتنا والأسئلة بتاعتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.